اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله راح نتعلم كيفية قفل التعديل على مستند برنامج وورد. في بعض الاحيان نحتاج الى قفل التعديلات على برنامج وورد حتى نحافظ على رصانة المحتوى. نستطيع قفل التعديل على الملف من خلال الذهاب الى مراجعة، ومن خلال الامر تقييد التحرير نفعل الخيار على قيود على التنسيق وقيود على التحرير، ومن ثم نضغط على الخيار ابدأ بفرض الحماية. راح تظهر عندنا هذه النافذة اللي تطلب من عندنا كلمة مرور. راح نكتب كلمة المرور مثلا 1 2 3، نعيد كلمة المرور 1 2 3، ومن ثم موافق. اذا اروح للصفحة الرئيسية اذا الاحظ كل التعديلات ما اقدر اجريها على الملف، وذلك حتى نحافظ على رصانة الملف من التعديلات. طيب لو أردنا إيقاف الحماية وإرجاع الملف لوضعه السابق، نذهب إلى قائمة مراجعة ومن ثم تقييد التحرير ومن ثم إيقاف الحماية. راح يطلب من عندنا كلمة مرور، نكتب كلمة المرور اللي هي 1 2 3، ومن ثم موافق. إذا لاحظ أن الملف رجع إلى حالته الطبيعية. طبعا هذه العملية مفيدة في حال لو حبينا نقفل الملف حتى نحافظ على الرصانة.